الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهل أتاك حديث الفجرة اللئام النكرة الحمر المستنفرة المكذبة المصورة من لا يخشون ترة ولا يرعون مأثرة ولا تنفعهم تذكرة؟ بال حمار منهم فبال عشرة وأحمرة وأحمرة، فترادفت الحمر بأبوالها وتعاقبت البهائم على تجاهلها. أخي المسلم، الجرح غائر والدم فائر، جرحت أفئدة المؤمنين وكلمت مشاعر الموحدين حينما صرح من صرح من حتالة الزيغ والإلحاد والزندقة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ألا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إنها صيحة تقول: حق على كل مسلم أن يدفع بكل وسيلة مؤثرة مثمرة مثمرة النتائج مضمونة العواقب من قلم ولسان وبيان وسنان ومال ومقاطعة وسلطان، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يا من سلاحه الفساء، نعود بالله وبالله نعود. قد جف من ماء الكرامة وجهه وقاحة ولؤم، لو أن صاعقة هوت ما أطرت في وجهه الوقح العديم الماء، لا تعجبن إذا امتحنت بسخفه، فالحر ممتحن بأولاد الزنا. والله الذي لا إله إلا هو، لا أرى مثلا لهؤلاء الموتورين الذين يتطاولون على القمم الشماء إلا كذبابة حقيرة سقطت على نخلة عملاقة، فلما هنت بالانصراف قالت في استعلاء: تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فقالت النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ ألم تر أن الليت ليس يضيره أن نبحت يوما عليه كلاب؟ لا يضير السماء العواء ولا أن تمتد لها يد شلاء. وإطفاء ضوء الشمس أدنى لراغب وأيسر من إطفاء نور الشريعة. الرد ممن هو أهل للرد على فئة من حملة الأقلام من بني جلدتنا، والذي يصدق في هذه الفئة أسد علي وفي الحروب نعمة، يدعوها لتفريق الصفوف فتجيب وتجيد التخريب، يريدها حمى تنهد فتكون طاعونا يهلك، يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويدا ورجلا ومقرادا للقطع وفأسا للقلع ومعوالا للصدع. ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كانت على يديها الهلكة. قد تهيأت فيها أدوات الفتنة، فجنسها وفردها غبي العين عن طلب المعاني، وفي السوءات شيطان المريد، بينه وبين أمته إضغام بغير غنة، كما تضغم اللام في اللام فلا يظهر إلا المتحرك. طويل اليد اليسرى، وأما يمينه فليس لها في المكرمات بنان. في كل محنة يبرزون يكترون النعيق ويتابعون النهيق، في ضجيج وعجيج يغسلون النجيع بالرجيع، ريحهم ريح كلاب يدفعونها للانغماس في كل مستنقع عدوها بمره وشره، لأنهم عبيدهم والعبد وما ملك لسيده. ما فاجأونا، ليس هناك من حدث إلا ويظهرون في صور وأشكال قد تتباين، ولكن المخازي واحدة. ألسنة لا تترجم عن حق ولا تصدر عن يقين، مبدأها لا فرق بين قراء البقرة وعباد البقرة. وها هم اليوم، وما هم اليوم إلا من عرفناهم بالأمس. فالشر منطقهم والغدر شيمتهم والخبت ديدنهم، إن العدو هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفقون.
فالصبر والتقوى. قال المولى جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أخي المسلم، قل لي متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا افترست شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا سخرت أراضينا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا لم تغضب لله، للإسلام، للقرآن، للحرمات، فأخبرني متى تغضب؟ إذا لم تغضب لمقدساتنا، فقل لي متى تغضب؟ يذكر الأستاذ النجار أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول: يا أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تسيروا الغرب اليوم، لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا إعلاميا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتغطرس المتكبر المستعلي يجدو على ركبه أمامكم بالإسلام. ثم يقول: ائتوني بأربعين شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما دقيقا، ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضا دقيقا، وأنا أضمن لكم أن أفتح بهم الأمريكيتين الشمالية والجنوبية. لسان حاله: ولا سوف تشرق شمسكم بسمائهم يوما وليست بعد ذلك تغرب. والتاريخ أثبت أن انتشار الإسلام في بقاع الدنيا لم يكن بجيوش ولا حشود، بل بأخلاق الإسلام التي كان يتعامل بها معهم تجار الإسلام. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذا جاء يوم القيامة وقسمت الأنوار بين المؤمنين والمنافقين، عندما توضع الأقدام على الصراط يتبين من بكى ممن تباكى. تم سرعان ما تنطفئ أنوار المنافقين المخادعين، فهم في ظلمات لا يبصرون ينادون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في تلك اللحظات وفي تلك الساعات يكون المؤمنون قد عبروا بنورهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. جعلنا الله وإياكم منهم، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.